ايه سهلة. الاخبار؟ نقول لك يا عمده ولا كابتن؟ والله كل واحد، انا الكابتن تكفيني والله حلو. العظيم. طيب يا كابتن، بعد عدم التوفيق في العام الماضي وعدم تمكن السعوديه من التاهل لكاس العالم في مصر سنه 2021، قدرتم النهارده تردوا الاعتبار لكره اليد السعوديه قدام جماهيركم وبلوغ مونديال اليد للمره العاشره. قول لي ازاي بتوصف التاهل ده؟ في البداية مثل ما تفضلت، يعني أمانة أعرف الظروف اللي مرت فيها كرة اليد السعودية، خاصة في فترة التصفيات اللي كانت في الكويت عام 2020، وبعدها الفترة الطويلة اللي مر، يعني كل العالم مر بظروف الصعبة، بظروف الجائحة كورونا، فكل هذه الأمور يعني كانت عائق كبير بالنسبة لنا. حاولنا أن احنا نتغلب عليها كمنتخب سعودي، أمانة يعني واجهنا ظروف كبيرة، وكنا متعاهدين كلنا كمجموعة كاتحاد، يعني كمنظومة الاتحاد، إدارة يعني كإدارة وكمنظومة فنية وكلاعبين، إن احنا نرجع في تحقيق الإنجاز المعهود عن كرة اليد السعودية بالتواجد في المحفل العالمي وكأس العالم اللي يطمح له كل منتخب وكل لاعب المشارك فيه، مع إن احنا كنا نتمنى نتواجد في مصر أمانة يعني، بس ما صار لنا نصيب. فالحمد لله رب العالمين، تكللت كل هذه الجهود بالنجاح وحققنا التأهل لله الحمد. الحمد لله. الحمد لله. حسن، حتكون مشاركتك الجاية بإذن الله في بولندا والسويد، طبعا هي السادسة لك في تاريخ نهائيات كأس العالم، هل حتكون هذه الأخيرة ولا حنشوفك إن شاء الله أكثر وأكثر؟ والله أنا أمانة ما أقدر أجزم إن هي هل بتكون الأخيرة ولا لا، بس أعتقد إن هي بتكون الأخيرة حسب يعني الأمر، يعني ولا أقدر أبالغ، لأن المستوى العالمي صراحة يتطلب جهود كبيرة ويتطلب أحمال كبيرة، يعني ما راح تسمح لي، ممكن العمر لها أحكام، في ناس يقولون العمر مجرد رقم، لكن في وقت معين تقول العمر لها أحكام، لذلك ما راح أبالغ وأجازف إن أنا أدخل. في النهاية أنت مطلوب منك تقدم مستويات يعني معهودة، مستواك المعهود، وتقدم مستوى طيب يختم في الفرقة اللي أنت تلعب معها إن شاء الله. طيب، بعد التأهل شو هي طموحات المنتخب بكأس العالم المقبلة، وفنياً هل هو قادر على بلوغ مراحل متقدمة؟ والله شوف، بداية لازم تعرف أن الاتحاد السعودي حالياً يكمل السنة الأولى يعني بالاستلام زمام الأمور بالمنظومة هذه، وعنده طموحات كبيرة صراحةً، يعني وإحنا كلاعبين نتمنى أن احنا نتواكب مع هذه الطموحات بالرغم من صعوبة المهمة، لكن ما هي مستحيلة. والعمل التراكمي يبدأ من الخطوة الأولى في كل سلم، كل درج، يعني صح. يبدأ من الخطوة الأولى، فلذلك إذا إحنا نطمح إن إحنا نصعد ونحقق ونرسم لنا يعني خارطة الطريق ونرسم ونسجل لنا في تاريخ كرة اليد العالمية ونعمل البصمة المميزة فيها، فلازم نبدأ بالخطوة الأولى، والخطوة الأولى كانت بالنسبة للاتحاد هو التأهل. الآن بعد ما حققنا التأهل يبدأ المفروض بالنسبة للاتحاد العمل التراكمي، الشيء المتوقع منهم كاتحاد، يعني كرة يد جديد جاي وعند الرغبة وعند الحماس وعند الدعم الكبير من قيادتنا الكبيرة، علينا وعلى المنظومة هذه حمل كبير في أن احنا نحبب طموحات محبين وعاشقين الرياضة بشكل عام في المملكة وخاصة كرة اليد. وبالتأكيد يعني ما في محفل مثل محفل بطولة كأس العالم أنك تترك هذه البصمة.